بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة هنعمل عمل يدوي خفيف جدا، وبحاجات كنا هنرميها وقعدنا استخدامها، حاجات سهلة جدا وبسيطة، وتهيئ وأكيد أكيد أكيد موجودة في أي بيت من البيوت، يعني أي بيوت من بيوتنا. تمام، دي علبة سمنة قديمة فاضية، يعني فاضت وكده، وطبعا نظفتها وغسلتها وخليتها اهي، ما فيهاش طبعا اي حاجه او اي اثر، لان انا هستخدمها في حاجه تانية. والمقص اللي انا بستخدمه عشان اقص بيه، وبنطلون، بنطلون جينز قديم، ده كان عند بنتي وخلاص هي ما بقتش تستخدمه، وهو كمان ما ينفعش ان هو مثلا نتبرع بيه لحد او كده، فقلنا نستخدمه ان احنا نعمل بيه عمل يدوي، وان شاء الله العمل ده يكون كويس. احنا اللي هنعمله ايه؟ زي ما انتم متعودين معايا، الافكار بتاعتي بتبقى حاجات من البيت، ما بحبش اكلف ست البيت حاجه، وفي نفس الوقت بتطلع شكلها حلو وتنفعنا وتفرح بيتنا وتفرح الولاد، ولو ولادك يقدروا يعملوها كعمل برضو للمدرسه او نشاط مدرسي مفيش اي مشاكل، هتبقى سهله عليهم جدا. بس طبعا تكوني معاهم لو هم صغيرين، عشان ايه؟ عشان لو مسكوا المقص ولا حاجه يبقى انت برضو واخده بالك. اول حاجه هنعملها، طبعا انا عندي البنطلون جينز ده، بنطلون بنتي وصغر عليها وكده ومبقتش تلبسه كمان، فانا محتاجه منه رجله بس. في ايه بقى؟ هوريكم دلوقتي معايا. طبعا كان في افكار كتيره قوي بالنسبه لعلب السمنه، كان في افكار كتيره قوي ليها، بس الفكره بتاعتي دي انا مش عايزه اكلفها حاجات كتير، فانا كل اللي هعمله من غير ولا شمع ولا خياطه ولا اي حاجه، كل اللي هعمله ان انا هجيب طبعا العلبه دي بتبقى تقريبا كيلو، اللي هي الصغيره، وممكن برضو الكبيره يعني على حسب. والبنطلون ده طبعا بنطلون صغير، ادي الرجل اهي، دي الرجل بتاعته، تمام، دي رجل البنطلون. هعمل ايه؟ هو لكره كده، هدخل علبه السمنه جوه الرجل بتاعته اهي، اهو بقى، ولا خياطه ولا نحتاج خياطه ولا نحتاج اللي هو مسدس الشمع ولا اي حاجه. بصوا طبعا هو اصلا ليكرا، فانتوا عارفين البنطلونات الليكرا دي والرجل كمان طبعا كانت صغيره، بتبقى ايه ماسكه في الحاجه، تمام. بصوا بصوا مسكت فيه ازاي، طبعا انا عايزه اطلعه لغايه فوق. بعد كده هقيس المقاس ومقص الحته دي عشان يبقى على قدها بالظبط، وانا كده خفيت ايه، خفيت علبه السمنه، هقصها وارجع لكم واسوي الاطراف دي وارجع لكم. استها هو، ابتدي بقى اقص بقى من المقص، عشان طبعا انا عايزه مقص حامي شويه، فهجيب مقص حامي واقص بقى الجزء بتاعها ده واسوي الاطراف. طبعا انا خلاص قصيته من تحت اهو، لسه بقى ايه هسويها. في حاجه بقى لما تيجي تقصيها، زي ما قلنا عشان هنا في حواف، في حواف ممكن تضايقنا، فاحنا هنعمل ايه؟ هنسيب جزء شويه كده، يعني انا قصيته وسبت كمان جزء ايه زياده، عشان ايه بقى؟ هاخد الرجل البنطلون كده اطلعها فوق بايديا كده بكل سهوله اهو، بصوا اهو كده، واقوم مدخلاها في قلب علبه السمنه من جوه اهو، وامشي عليها تتنى معايا من غير ما تحتاج ولا مسدس شمع ولا خياطه ولا اي حاجه اهو، هدخلها من جوه، تمام. اهي ده منظرها، هنشوف بقى بعد كده هنعمل. بصي انت بقى ممكن تعملي بيها اي حاجه، بس طبعا احنا مش هنسيبها على حالها كده، هنعمل لها زينه كده بسيطه برده مش مكلفه، باقل الامكانيات. هنشوف دلوقتي هنعمل زينه. طبعا اسهل حاجه ان احنا نعملها تزيين، انا بالنسبه لي اللي هي الفوم الجليتر، لانه بيلزق وسهل وبرده مش بيحتاج، لو انت بقى ايه ما عندكيش بقى مسدس شمع او حاجه. فالفيونكه دي يا بنتي بصراحه اللي عملتها، لو عايزين تشوفوا طريقتها هي ممكن تقول لكم على الطريقه بتاعتها، سهله جدا، اخليها تعملها لكم دلوقتي تاني، هتفكها وتعملها لكم تاني، او تعمل واحده زيها وتقول لكم على طريقتها في منتهى السهوله. هنشوفها بقى مع بعض عشان نزين ان شاء الله احلى تزيين. هي هتشرح لكم دلوقتي ازاي بتعمل الفيونكه. اول حاجه بجيب حته فوم جليتر، وطبعا اي لون انتوا عايزينه، وابتدي اطبقها كده. هاتي كده بالظبط، ايوه، عشان كده تمام. هي سهله خالص، يعني مش هتاخد في ايديكم حاجه. قولي يا حلو. هنعدلها كده، ايوه. نجيب بقى الحاجه اللي هي دي لازم، دي برضو هتثبتها. فوم جليتر برضو زيها،
باي لون زي تاني. شريطة ليها. ممكن لو عايزه تعملي نفس اللون ممكن، عايزه تعملي نفس اللون ممكن تعمليها بستان زي ما انت عايزه. تمام اهي، ظبطها ظبطيها بس شويه. تمام بصوا اهو بقى كده منظرها، ظبطناها، قولي كده ظبطناها وهي كده خلاص اهي في يونك. عايزه سهله بقى جدا. سهله جدا، عايزه تعمليها صغيره، عايزه تعمليها كبيره زي ما انت عايزه. انا بقى في تزيين علبه السمنه دي اخترت ايه، هي عملت لي، بصوا هاتيهم يا حلا، عملت لي الفيونكتين دول، لان طبعا الجينز غامق ما ينفعش معاه اللون الاسود، بيبقى ايه يعني لو حطيناها كده هيبقى قاتم شويه عليه. فعملت لي الاثنين دول فيونكتين باللي هو السيلفر ده مع اللون الموف، وهنحطهم بقى دلوقتي ونزين ونشوف شكلهم عامل ازاي. انا مش عارفه يعني احطهم كده مثلا تحت بعض هيبقى شكلهم حلو، ولا احطهم بالورب كده يعني واحده من هنا واحده من هنا. ف لو حطيت واحده كمان هنا برضو هتبقى حلوه ورقيقه قوي. ممكن احط واحده هنا في النص، مش عارفه هشوف بقى احطها ازاي وارجع اوريها لكم تاني. طبعا احنا بنشيل من ظهر قولي بقى انت حبيبتي، هي اول حاجه بتكون عامله كده، فاحنا بنقعد نشدها نشدها ده الورق اللي هو بتاع الفوم. الورق اللي هو ونقصها بالمقص اهي، نقصها. وري بس عشان ده الورق اللي هو لازق فيها. اوعى تمام، تقصوا الفوم نفسه عشان تلزق بسهوله، وزي ما قلت لكم من غير اي حاجه، ولا مسدس شمع ولا حاجه. اهي كده بقى هنلزقها، احنا لزقنا الاولانيه اهي، هنلزق التانيه اهي بمنتهى السهوله اهي. قدامكم اهي عملنا كل حاجه قدامكم، وعملناه دلوقتي من برطمان سمنه قديم او من علبه سمنه قديمه، لبسناها ولبسناها الجينز اهو، حتى الفيونكه بتاعت حلا طالعه احلى من الفيونكه بتاعتي شكلها حلوه قوي وجميله. خلي ولادك يعملوا اعمال يدويه، الحاجات الحلوه دي بكل سهوله وبكل يسر، وبحاجات يعني الفيونكات دي كانت من قصائص موجوده عندي، يعني انا ما اشتريتش فوم مخصوص، دي كانت من قصائص هي والموف كمان اللي هي فيها دي المربوطه فيها. طبعا انت ممكن بقى تحطيها على المكتب بتاعهم تخلي شكلها حلو، تحطيها مثلا على السفره تحطي فيها حاجه، تحطيها في المطبخ على رف مطبخ كده تحطي فيها ورد زي ما انت عايزه. حلوه للبلانيت ولكل حاجه. دي كانت فكرتي النهارده، بسيطه وسهله. اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.